سؤال هنا دقيق. صاحب بيت وجالوا اثنين عايزين يستأجروا البيت، قالوا لي صديقتي صرح بأنهم أخدان وعرف ذلك سلفا، هل يجوز أن أؤجر لهما البيت أم لا؟ إذا جهل الأمر حمل على أصل الحل وظهر السلامة، مش مطلوب مني من اثنين يستأجروا عندي يقول له اديني البطاقة اديني عقد الزواج، هذا مش مطلوب. تفعله بعض الدول في الفنادق اللي لسه عندها بقية عافية وبقية حياة وبقية دين، لكن على كل حال ليس شرطا أن يأتين اثنان رجل وامرأة، رجل وامرأة يطلبون الاستئجار، أن أدقق في هويتهم وأن أرى عقد زواجهم. لكن يختلف الأمر إذا صرح بالمخادنة والمساكنة غير الشرعية، الظاهر أن هذا لا يحل على الأقل في فهمي وفي تقديري واجتهادي، وقد حدث نوع من الجدل حول هذه المسألة داخل اللجنة الدائمة الإفتاء عندنا في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. إلا إذا طالت هذه المساكنة واعتبرت بمقتضى القوانين والثقافة السائدة في المجتمع زواجا عرفيا وأجرى عليها قضاؤه أحكام الزواج، ربما امتهل سبيل إلى الرخصة لأن الإسلام أقر أنكحة الجهرية، عندهم ما يسمى بالكومن ماريج، فهذا نوع من أنواع شكل من أشكال النكاح، القضاء يعتبر نكاح ويسبق عليه حقوق المتزوجين وتحتكم في شأنه إلى المحكمة فيعتبرها القاضي متزوجة ويديها حقوق المتزوجين. محل الإشكال عندي ليس في أصل التعاقد على الإيواء والإكنان، فإن هذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه أو أن يختلف عليه، لكن محل النظر عندما ينص على ذلك في العقد وتتم المشارطة عليه ويبرم التعاقد على أساسه، أفهم أنه لا حرج في بيع الدار أو في تأجيرها لمن يعلم أنه يرتكف فيها المناكر، إلا مع شوب من الكراهية. نحن نؤجر لغير المسلمين صحيح، ونعلم يقين أنهم يكفرون بالله داخل البيوت ويرتكبون ويشربون الخمر ويأكلون الخنزير، يفعلوا كل ما حرمه الله عز وجل، بس أنا عقدي معه ليس على هذه المحرمات، على أصل الإيواء والإكنان، أصل العقد مشروع. ما يحدث هذا داخل الجدر والأبواب المغلقة حساب أصحابه على الله عز وجل، ما فيش تصريح بهذا عند التعاقد، ولا جرت المشارطة عليه ولا التعاقد على أساسه. ولو قلنا بغير هذا لحرم البيع والتأجير لغير المسلمين وهم يرتكبون المناكر يقينا أو بغلبة ظن فيما يشترونه أو يستأجرونه منا، وهو خلاف المقرر فقه. محل الإشكال عندي المشارطة على ذلك عند التعاقد. افترض إن جاي يأجر دار وعايز يبيع فيها خمرة، قول لي معيش حط لي في العقد كده تصريح بأن أنت أذنت لي أن أبيع الخمرة في هذه الدار، ما أصبحش قضية مجرد تأجير بيت ولا مجرد إيواء، لا ده في حاجة إكسترا، في حاجة زايدة، أنه عايز ينص في العقد على التصريح له بعمل محرم، يعمله صالة قمار، يبيع فيه خمرة. لو اشتاط علي هذا لأسباب نظامية أو لتراتيب إدارية أن نص البائع في عقده معه بيعا أو تأجيرا على موافقتي على ذلك، فأرى أنه لا تسعه الرخصة. الصورة التي معنا اثنان يقول هذه صديقتي وأريد أن تؤجرنا وعملنا العقد باسمنا إحنا الاثنين والمسؤولية علينا إحنا الاثنين، إن قلنا إن أصل الإيواء من حيث المبدأ في الفضاء المطلق والمجرد مشروع،
هل يمكن أن يقول إن أصل التأجير للأخدان مشروع؟ في فرق بين أصل التأجير في المطلق في الفضاء العام المجرد وأصل التأجير للأخدان. والمخادنة قطعا صورة من صور الزنا. زنا ليس فقط المسافحة والبغاء مقابل المال، هذه الصورة أيضا من الزنا. قال غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المسافحة تزني بمن اتفق، ومتخذة الخدن دي تحبس نفسها على صديق، على شخص بعينه. فنحن نسعى إلى بحث أسباب التوسيع على أصحاب يعني البيوت، لكن بما لا يوقعنا في حرج شرعي.